اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ومن اليابان الى البيت الكبير الاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي طبعا للجنه الاولمبيه. ازيك يا استاذ ممدوح؟ مشرفنا ومنورنا حضرتك جدا. الله يخليك، وانا سعيد جدا انا بقابل حضرتك بقالي فتره. بقى لنا فتره ما اتقابلناش، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ويعني سعداء جدا بوجودك معانا، ودايما الحقيقه بيشرفنا وجودك معانا. انا سعيد جدا وجودي في البيت الكبير النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، فحاجة اتشرف بيها جدا. ربنا يخليك. الأول الأستاذ ممدوح الششتاوي، طبعا أنا عارف مين هو الأستاذ ممدوح الششتاوي، لكن للجمهور بقى، الأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أنا عارف أنت بقالك بسم الله ما شاء الله فترة طويلة في هذا المكان. 2015 في اللجنة الأولمبية، لكن الباك جراوند بتاعتي كل ال أنا جاي من باك جراوند سياحة وفنادق. أكتر من 25 سنة في إدارة منشآت فندقية، شركات عالمية خارج مصر وداخل مصر. هو إدارة اللجنة الأولمبية كإدارة منشأة، فأنا ما بدخلش في حاجات تكنيكال، حاجات فنية، أنا بدير كمنشأة حاجة رياضية. ممكن يعني اللي أنا دراستي أو الإدارة اللي أنا اشتغلت فيها إن أنا ممكن أدير مصنع، أدير شركة، أدير حاجة إدارياً. أيوة. وليس فنياً. فده الدور اللي أنا بقوم بيه، فعشان كده الحمد لله في الفترة اللي إحنا اشتغلنا بيها ما جه اللجنة الأولمبية في سنة 2015 اختاروني أن أشتغل، فالحمد لله كان في نجاحات هي نجاحات قايمة بيها اللجنة الأولمبية طبعا. كلها مع بعضها كمنظومة. نجاحات طبعا. الحمد لله وصلنا بها الارقام زي ما انت شايف دلوقتي، الحمد لله حاجه كويسه قوي. مطبات كتيره خلال 6 سنوات، يعني في طبعا جوه كل نجاح بتلاقي دايما او بتلاقوا كلجنه اولمبيه مطبات كتيره، ولكن الحقيقه خلينا نبدا باللجنه الاولمبيه او بالبعثه الاولمبيه اللي موجوده في اليابان. 6 ميداليات، ميداليه ذهب، ميداليه فضه، 4 ميداليات برونز. هل ده نعتبره ان هو جيد، ولا لان انا الحقيقه لما قريت التقرير ما قبل السفر الى الاولمبياد كان كل الاتجاه ان احنا هناخد 4 ميداليات، او لو خدنا 3 أو 4 ميداليات هتبقى حاجه جميله جدا وحاجه بالنسبه لنا انجاز كبير. ممكن نشرح للناس ايه الموضوع؟ لان الناس مش عارفه 6 ميداليات دي يعني ايه؟ هل نقدر نبارك؟ هل نقول لا احنا عايزين اكتر من كده؟ عايزين طبعا اكتر من كده، ولكن ايه اللي ممكن يحصل؟ وليه 6 ميداليات نقدر نقول فيهم مبروك؟ هايل قوي. لازم نتكلم على الرياضة أو البعثة الأولمبية أو اللجنة الأولمبية أو دور اللجنة الأولمبية في وصول الرقم اللي احنا وصلنا له 6 ميداليات. الرقم ده اللي هو يعتبر لم يحقق في خلال تاريخ الرياضة المصرية أو اللجنة الأولمبية من تاريخ إنشائها، فده ما نقول ده رقم، فرقم قياسي، رقم عالي جدا. طيب البعثة المصرية كانت قوامها ايه؟ 138 لاعب ولاعبة، فيهم 48 فتاة. نسبة سيدات في تواجد في الرياضة، ده بيدي انديكيشن او انطباع كبير جدا لاهتمام الدولة بالرياضة عامة وبرياضة السيدات خاصة. فده حاجة مهمة جدا، وبلس ان هو ما نتكلم على نجاحاتهم هم بس مش بيشاركهم للمشاركة، لا بيشاركهم وبيحققوا نتائج. لما بنقول 50% من النتائج الميداليات سيدات، فيبقى ده دليل ان هم مش داخلين بس كمالة عدد، لا لديهم دور كبير جدا ودور قوي. من يعني ما تقول النسبة 48 3 منهم سيدات جايبين ميداليات، وبنسبة العدد الفرق الباقي الرجال 3، يبقى دليل ان السيدات اقوى ولهم دور كبير جدا. واهتمام الدوله وسياده الرئيس اما جه هنا في ريال، ده حاجه كانت هايله جدا، واهتمام الدوله المصريه بالسيدات. طيب الاعداد، نشوف الاعداد للبعثه الاولمبيه بقاله فتره قد ايه وشغالين فيها. ابتدى الاعداد لهم من 2017. اعداد اللي بتقوم بيه الاعداد ده بيطلب الاتحادات المعنيه كلها، بتضع الخطط بعتها للجنه الاولمبيه، بتناقشها معاها فنيا. والمره دي كان في ميزه كويسه قوي ان تواجد وزاره الشباب والرياضه برضو في اللجنه الفنيه معانا كويس يعني جدا. يعني كان في اللجنه تواجد بعض اعضاء من وزاره الشباب والرياضه كلجنه فنيه لمناقشه الخطط الخاصه بالاتحادات الرياضيه. أيوة. توافق عليها من اللجنه الاولمبيه وممثلي وزاره الشباب والرياضه
في اجتماعات متتالية لفترة طويلة جدا، والدعم المادي بتاعها اكدته الوزارة وبعتته في اوقاتها، وده ما كانش فيه تأخير فيه خالص في حاجة زي كده. معلش ممكن اقطع حضرتك هنا في النقطة دي تحديدا، لانه الاسئلة كثيرة على الدعم المادي، يعني الناس بتقول، وده على السوشيال ميديا، وانت حضرتك عارف السوشيال ميديا دلوقتي ودورها الكبير في الحياة في مصر. يعني السوشيال ميديا دايما لما بنيجي نتكلم بنلاقي ناس تقول لك يعني اتصرف كتير جدا من وجهه نظرهم، ولكن في الاخر انت خدت 6 ميداليات. احنا طبعا كرياضيين عارفين يعني ايه 6 ميداليات في اللجنه في البطوله الاولمبيه. هايل هايل. ولكن عايزين نقول للناس ايه المصاريف الكتيره قوي اللي اتصرفت، وفي نفس الوقت هل هي مصاريف كتيره ولا ده الطبيعي ولا اقل من الطبيعي ولا ايه؟ طب هايل جدا. هو اما نيجي نتكلم مصاريف كتيره، يعني ايه مصاريف كتيره؟ يعني يعني اعتقد 100 حاجه و30 220 حاجه كده في خلال ال3 سنوات اللي أيوة. فاتت 220 على 29 اتحاد. 29 اتحاد. 29 اتحاد اولمبي. ف 229 على 29 فهتطلعها احسبها على 36 شهر تطلع حوالي 6 مليون وشويه. يعني هتوصل، يعني لما تحسب 220 على 3 سنين على 29 اتحاد هتلاقي كل اتحاد بيصرف رقم مش هتتخيله في الشهر. حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة طبعا. لكن هم اللي عملوا طلبوا الحاجات دي وقاموا بيها تمام. طب الناس اللي بتقول كتير، الرقم كبير، الرقم الكبير ده، الفلوس اللي اتاخدت ده، يعني احنا بنتكلم على 220 مليون في 3 سنوات على 29 اتحاد لو بكالكوليشنز بس. انا يعني حاولوا يا جماعه تعملوها لنا، مش هنلحق رقم يعني قليل. يعني هم اللي طلبوا الناس وده تمام ما جدا، هو متوافق يعني عليه، ماشي تمام جدا. طيب الرقم ده كان لايه؟ لمشاركه في بطولات. كان في كام بطوله في الفتره دي ال3 سنوات؟ بطولات دوليه. كان في دوره العاب افريقيه في المغرب واخدنا فيها ميداليات واحنا الاول فيها. تمام. دوره بحر متوسط حققنا نتائج عاليه جدا جدا فيها. فيها دورات كانت لتأهل للأولمبياد. يعني الفلوس اللي اتخذت اتدخلت لمشاركات في بطولات وتم فيها تحقيق نتائج. أوكي. فيبقى الأرقام واللي اتصرفت في محلها للاتحادات اللي شاركت بيها في بطولاتها للتأهل أو للبطولات. كان لازم البطولات دي نشترك فيها؟ طبعا كان لازم نشترك فيها. بطولة ألعاب الأفريقية ما ينفعش ما نشتركش فيها. بطولة بحر المتوسط ما ينفعش ما نشتركش في بطولة بحر المتوسط. بطولات الاتحادات اللي الدولية الاتحادات المحلية اللي كانت بتشارك، الاتحادات المصرية اللي كانت بتشارك في بطولات عالمية وكأسات عالم وبطولات عالم، شاركوا محققوا ميداليات وحققوا أحلام. يبقى الفلوس اللي اتصرفت جابت أهدافها ووصلت للتأهل. هم 2.5 مليون لكل اتحاد في السنة. هايل. في الشهر بقى توصل شوفوا لنا في الشهر يا شباب. شوفوا لنا في الشهر توصل قد ايه؟ هتلاقي 52 ألف تقريبا او اكتر سنه. طب كل اتحاد فيه مثلا على الاقل يعني مثلا اتحاد السلاح عنده في مقاومته مثلا 25 لاعب في مينيمم 25 لاعب، عنده العاب مختلفه وفرق وفردي والكلام ده، فهتلاقي الواحد 200 جنيه في 215000 في الشهر لكل لاعب لو اتصرف عليه. طبعا ده حاجه رفلي يعني، لكن في ال 220 دول اتصرف مثلا يعني جزء كبير منهم على فريق كره القدم. لا جزء لا 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 القدم لا ما شيله مش بتكلم على القدم. يعني انا بتكلم ان ممكن اتحاد يكون بيصرف اكتر من اتحاد تاني. ده قصدي صح فعلا فعلا، مش لازم الكوره يعني. لا لا، حتى الكوره كمان لوحدها خالص خارج المنظومه، خارج ال 220 طبعا طبعا. أوكي. مفيش ملهاش علاقه. الكوره بتصرف لوحدها. فحضرتك شايف ان المبالغ دي مبالغ طبيعيه؟ طبيعيه جدا، وحققت المرجو منها. ايوه هي دي النقطه بقى، حققت واكتر كمان عشان ابقى منصف. طبعا طبعا طبعا. يعني اما نتكلم بقى على البعثه الاولمبيه ايوه واللي حصل فيها، اول حاجه دي بطوله او استثنائيه في وقت غريب جدا. يعني اما نتكلم على اللي هو الكوفيد 19 اللي هو اللي احنا فيه ده بقى لنا سنتين، وكل شويه الموجه الرابعه الموجه الخامسه، مش عارفين هو كام موجه. يعني لو قالوا لنا يعني نهايتها ايه كنا نبقى نتصرف، لكن احنا مش عارفين. فدي المشكله. طب في بطولات اتلغت، في بطولات في اوقات في تنافسات معسكرات ما كناش فيه، اوقات ما كناش عارفين نسافر او 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 حاجات كتير جدا. فالاعداد بتاع الناس كان صعب جدا، فترات كانت صعبه. طيب في حاجات مهمه، فتاخر دوره الالعاب فادت ولا ما كانتش لها فايده؟ بعض الناس فادتهم. ايوه
يعني الجندي احمد الجندي في الخماسي استفاد من السنه دي. هو شاب صغير عنده 21 سنه كان بيتاهل كان بيعمل نتائج كان في الفتره دي بيتمرن فده من الناس اللي استفادت. في ناس ثانيه كان في صعوبه على بعض الناس يعني هدايه ملاك في الفتره دي في صعوبه ناس بعض الالعاب الثانيه اختلفت في اوزانهم في حاجات كتير فده كان في صعوبه فليه بقى لكن احنا لازم نشيد بدور الدوله المصريه أيوه. في اعداد للبطوله والتجهيز للاولمبياد يعني مبدئيا اجراءات احترازيه اتخذت من الدوله المصريه بمشاركه اللجنه الاولمبيه المصريه وزاره الصحه المصريه وزاره الشباب والرياضه ان كل الناس قبل ما تسافر كشف كامل على الناس كلها تحاليل كامله عليهم كلهم عمل تطعيم للناس كلها بالرغم من ان طوكيو بتقول ان انت مش لازم تطعم الناس مش لازم تطعم يعني ممكن تيجي مع خلي بال حضرتك برضو من ضمن الامور ان لغايه قبل البطوله بشهرين او ثلاثه تقريبا يعني احنا مش عارفين البطوله هتقام ولا لا بالظبط كده بالظبط ده يعني الكلام انت مش عارف تكمل تدفع تكمل الاعداد ولا لا بالظبط لغايه ثلاث شهور تقريبا مزبوط. لا والله لحد اسبوع كانوا بيتكلموا قبلها باسبوع فده اجراءات احترازيه اخذتها الدوله ان وصلتنا ان احنا هناك من البعثات القليله ان ما حصلش فيها اي اصابات من اي رياضيين التزام الناس اللجنه البعثه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب الرئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس البعثه والناس كلها اللي موجوده هناك المهندس ياسر ادريس المهندس الباسل المهندس شريف العريان كل المجموعه اللي موجوده هناك عبد المنعم بن حسين رئيس اتحاد السلاح اللي هو عضو لجنه اولمبيه كل الناس باهتمام بعثة على مستوى عالي جدا قامت بدورها طيب الناس بتقول دي اكبر بعثة واكبر نتائج والمفروض يبقى نتائج بالظبط تمام احنا حققنا على نتائج طب ده في ارقام لازم نقول نسبه مشاركه الناس لاعداد بعد كده ودي الخطط اللي بتمشي ماشيه بيها اللجنه الاولمبيه المصريه مع وزاره الشباب والرياضه 18% تحت 20 سنه من الناس من اللي خدت من البعثه من البعثه فده رقم كبير جدا يعني وهايل جدا لاعداد مستقبلي ان انت بتتكلم لاربع سنين ده انت بتتكلم في لونج تيرم بلان الخطه طويله المدى وعندك بتتكلم على شورت تيرم بلان الخطه قصيره المدى اللي هي في ناس فيها هتبطل او بتشارك في البطوله زي رمضان درويش في الجودو زي الناس اكبر سنا او موجودين فلكن في شباب زي احمد الجندي من الناس 21 سنه اللي خد ميداليه احمد الجندي ده عظيم طبعا اللي اتعمل اللي عمله احمد الجندي الحقيقه ده عظمه لانه طبعا اللي ما يعرفش الخماسي الحديث ده حاجه صعبه جدا من اصعب اللعبات ايوه في كل الدول اللي فيها كلهم عسكريين ويعني بيبقى لازم بيبقى ليهم حاجه خاصه كده وهو احمد صغير طبعا وكان فارق 50 ثانيه في البدايه لا 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 حاجه يعني الاول طالع عنه بدا قبله ب 50 ثانيه وثقه في النفس عاليه جدا تاني بقى اللي احنا نتكلم فيه احنا اللي وصلنا فيه من 134 واحد أيوه. الموضوع كله لازم يبقى ارقام ويبقى افضل لما تيجي تتكلم في ارقام نعم. من ال 100 العدد البعثه المصريه كام واحد اتاهل للنهائيات في العاب عمرك ما كنت تتخيل فيها تاهل للنهائيات ولم يحدث ان انت اتاهلت للنهائيات الغطس مهاب ان هو يتاهل مهاب ان هو يتاهل للغطس ده للنهائيات ده انجاز تاريخي ما يعني بجد 3 متر الغطس 3 متر حتى لو غطس 10 ربع متر يعني ده كفايه ما ينفعش يعني ما كانش المفروض فده دليل ده اعداد هايل جدا من اتحاد السباحه ومهاب بنفسه وتدريب عالي جدا ان هو يوصل لحاجه زي كده في الفروسيه نايل نصار نايل وصل للنهائي ومحمد زياده ان هم يوصلوا نهائيات ده برضو ما كانتش موجوده لم يحدث ان هم وصلوا نهائي طب نتكلم بقى من الرابع للثامن من الرابع للثامن ده اكتر من 45 واحد بسم الله ما شاء الله من 45 فرد من المشاركين 35 يخدم من الرابع للثامن زائد ان انت عندك 6 يبقى عندك 51 انت نسبه عاليه جدا انت الناس بيقولوا المفروض ما اللي يروح يقدم فنسبه عاليه جدا 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 المشاركه أيوة. ليه فريق السلاح بالكامل كل منظومه السلاح كلها من الرابع للثامن فده انجاز تاريخي انت بتتكلم في دوله بتنافس فرنسا بتنافس 206 دوله وحظنا كمان يا استاذ ممدوح وده اللي انا شفته دايما لان كنا كل مصر كلها كانت بتتابع يعني ولكن اللي الواحد شافه ان انت كل ما تيجي تطلع تتاهل بتلعب يا اول العالم يا تاني العالم ده يعني سبحان حاجه الله يعني. بجد يعني لو يعني وزائد ما انت ما بتيجي تتكلم في حاجه مهمه حضرتك وضحت حاجه انت في كره القدم اللي خسرت منه هو اللي خد البطوله في كره اليد اللي خسرت منه ده فيعني فليه يعني احنا ليه عايزين نقول نقلل من انجاز كره القدم لوصولهم للي هم وصلوا فيه وكره اليد
كره اليد عملوا انجاز. أيوة. وصلوا للرابع العالم. بس الناس مبسوطه بكره اليد وكره القدم ان هو لعبه، هو بختهم اللي لعبه البرازيل اللي خدت ممدوح بيه. تخيل حضرتك ان في كره اليد انت كنت يعني ايه، تخيل انت كنت بتدور ان انت تكسب عشان تاخد الذهبيه. ما هو الناس انا كانت على كده حلو، لكن قوي. الرابع ده بالنسبه تمام. بالنسبه ما هو ده اللي احنا وصلنا له، ان احنا الطموح عندنا. أيوة. احنا بنتكلم ان احنا عايزين مركز اول. أيوة. ودي حاجه كويسه ان احنا نوصل لحاجه زي كده في الكوره، ان انت الطموح بتاعك ان انت عايز تكسب. زعلان ان انت خسرت من البرازيل. مظبوط. يعني فدي حاجه البرازيل اللي هي خدت الذهب، خدت يعني انت ما بتتكلمش بتلعب نيكاراجوا ولا بتلعب يعني لا، انت بتلعب مع البرازيل وزعلان ان انت خسرت منهم، ودول اللي خرجوك. اللي خرجوك دول خدوا كاس العالم، خدوا الميداليه الذهب. فده انجاز. فالكوره عملت اللي عليها وادت اللي عليها في منافسات يعني. هي بص، عشان الكوره دي فيها نواحي فنيه كتيرة نقدر نتكلم فيها وبتاع، لكن اول ان اول بشكل عام ان حضرتك شايف ان البعثه المصريه نجحت نجاح جيد جدا فيما وصلنا ليه، 6 ميداليات من 134 ومن الرابع والارقام للتامن. اللي بتقول كده يعني نجاح منقطع النظير. حضراتكم ما كنتوش منتظرين كده؟ ليه مش منتظرين؟ ما هو ده اللي قالوا، واللي قالوا يعني الناس طلعت. هو انا بس عايز اقول حاجه بقى برضه مهمه على في فتره في الاولين ناس انتقدت وكانت بتتكلم وهاجمهم، انا بعتبرهم انتقاد بينتقدوا النتائج الاوليه. الناس بتحب، وده طبعا ناس بتحب البلد وناس تهمها يعني ما بينتقدوش. انا لما كنت باجي اقرا الكل يوم كنا بنقول طبعا صحيح، فكنت تلاقي ايه مثلا يعني في التجديف ان انت 18 لعيب، انت في المركز ال 18 في اي لعبه، بلاش اسم يعني لعبه معينه، لكن في السباحه مثلا كنت تلاقي فريدة عثمان مثلا احنا كلنا كنا حاطين عليها امل لانها لم تكن جيده، او ايه اللي حصل هتكلم معاك في هذا الامر. ولكن لما تيجي تبص برضو لبعض نتائج الاتحادات معينه تلاقي ان انت دايما الاخير، القبل الاخير، الاخير. احنا مش متعودين كمصريين على كده، خلي بال حضرتك برضو. ولكن قد يكون ده بالنسبه للجنه الاولمبيه في تفكيرهم. يعني في الباليه المائي بنطلع قبل الاخير. هو انت بتطلع قبل الاخير من 8 طلعت السابع، او من 10 طلعت التاسع. من 209 دوله. انت وجودك في وسط دول ده نجاح. وده اللي عايزين نقوله بقى. هو بقى الفكره احنا عارفين من دي 1 من اول يوم ان انا مش هاخد ميداليه في الباليه المائي، مش هاخد ميداليه في الجمباز، مش هاخد ميداليه في ده. طيب السؤال بقى، اصفرهم ولا ما اصفرهمش؟ اوديهم ولا ما اوديهمش؟ هو الهدف من مشاركه من دوره الالعاب الاولمبيه ان كل اللي يروح يجيب ميداليات، ما 11000 واحد. لا طبعا، كله لو راح يجيب ميداليات يبقى كل واحد عايز 11000 ميداليه. بالظبط يعني. فهي كل الموضوع كله بيتنافسهم على 1000 ميداليه، 10% منهم. ف ازاي؟ يعني طيب يعني حضراتكم يعني في العاب ايه؟ يعني انت اساسا ما انا بقول لحضرتك ايه؟ في ريشة الطايره ما كنتش هتجيب ميداليه. 100%. نوديهم ولا السؤال بقى، نوديهم ولا ما نودهمش؟ الجمباز مش هجيب ميداليه. مين يا فندم اللي بياخد القرار انت توديهم او ما نودهمش؟ احنا قرار الوزاره، احنا بنبعت للناس دول الالعاب دي، ومعروف من الاول ان احنا الناس دي مش هتجيب ميداليات. مفيش حد قال ان الجمباز هيجيب ميداليه، محدش قال ان الريشه الطايره هتجيب ميداليه. لكن لا، انا بتكلم فنيا يعني مين اللي بياخد القرار؟ لا، ما هو القرار ايه؟ ما هو القرار ده الناس دي اتاهلت. اساسا لو ما سافروش، لو انت قلت ما يسافروش، الناس دي ممكن تشتكي للجان الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه الدوليه. اللاعبين نفسهم، اللاعبين طبعا، اصل من حقه ان هو تاهل، فمن حقه يسافر. فبدا تخيل بقى واحد يطلع يلعب بعالم اللجنه الاولمبيه الدوليه واحد مصري، ما ينفعش. الا زي ما شفنا مع روسيا، ده اتجاه ان احنا نقول احنا هدفنا احنا هناخد. في بعض الدول وهم بيقتنعوا بكلام من ده، هنسفر اللي هو التارجت بتاعه من 1 لـ 8. اوكي ماشي، نقول يبقى في يعني في الفترة اللي جاية ممكن نتكلم في حاجة زي ده. بيبقى من البداية يا فندم اعتقد، يعني من البداية، يعني من دلوقتي، من بالظبط يا فندم. احنا خلال الاربع سنوات القادمة يا جماعة احنا هنختار الناس، او هناخد الناس اللي من 1 لـ 8، من 1 لـ 8 بس، اللي هو المراكز اللي بعد كده مش هناخدها. فده لكن انت، هو انت عندك على الاقل، هو بقول لك 45 واحد من 1 لـ 8. اوكي، فده نسبة كويسة جدا جدا جدا. لكن ان انت تقول مش واحد اتأهل برانكينج عالمي او رانكي او كسب بطوله افريقيه قاريه واقول له مش هتسافر عشان انا شايفك، ما انا امال المجهود اللي انا عملته ده ايه؟ فاقول لك انا مش هشترك اساسا بقى في اعداد او في بطولات دوليه. وزي كده ده الهدف، ده حلم الناس كلها في العالم كله، ان هو يشارك في
دوره الالعاب الاولمبيه مزبوط. اللي هي بتقام كل اربع سنوات، اللي هي العرس الرياضي العالمي اللي هو الناس كلها بتنتظره اللي هو كل هدفه، اللي هو حتى ما تيجي تشوف رينجز بتاعت العلامه بتاعت اللجنه الاولمبيه الدوليه، الخمس دوائر دي بتمثل القارات العالم كلهم، مشاركه كلهم وهدف كل. لو لاحظت كمان حاجه، دي الرياضه سمو الرياضه فيها، يعني ما فيش اعلانات، ما فيش اي حاجه، الناس كلها بصراحه حاجه عظيمه وانت قاعد بتتفرج طبعًا. يعني طبعًا. انا بتفرج على كل، يعني اي حاجه بتيجي قدامي وانا فاضي بقعد اتفرج على عليها بالظبط. تنس طاوله، هاندبول، كوره، جمباز، اي حاجه. وبتلاقي فيها بقى الرقي والسمو في الرياضه الحقيقيه، يعني شفت بتاع قطر اللاعب القطري مع اللاعب الهولندي الهولندي او طلياني طلياني، ان هم تقسموا الميداليه. فدي من اكتر حاجات اتشافت واتاكدت عليها. ففي حاجات مهمه جدا 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 للسمو فيها الاخلاقي والرياضه بمعنى الكلمه فيها. فدي حاجه هايله جدا. نجاحات، عايز اكد كمان على في اللعب، يعني الدول العربية مع بعض كان في تشجيع قوي جدا، يعني في بطولات في التايكوندو شفنا في الأردن، الأردنيين بيشجعهم هداية هداية وسيف، البنت الجزائرية فرحانة طبعا المصرية هي كسبتها، في حب. فدي حاجة بتقوي العلاقات بين الدول، حاجة جميلة وشكل كويس قوي، وتحضر من اللاعبين. ما شفناش حاجة خروج على النص من البعثة المصرية في أي حاجة او من تعاون الناس كلها، فكانت دي حاجه هايله بصراحه ونتيجه هايله. معلش لكن في النهايه هاخد برضو حضرتك في النقطه دي، اذا اللجنه الاولمبيه ترى ان ما تم الاتفاق عليه او ما تم اعداد ليه نجحتوا فيه بنسبه 100%، بما اننا عدينا الاربع ميداليات ده نجحنا فيه 100% فعلا 100%. وزي يعني مهندس حطب قال لي ناس ايه في ده، ما كانت ابتدت تهاجم شويه، قال لهم احنا من بعد 30 هنبتدي. ايوه ودي حقيقه، من بعد 30 النتائج ثلاث ميداليات والنتائج دي على فكره مش يعني مش جايه بالصدفه، يعني احمد الجندي عارفين انه هينافس. هم كانوا في اربعه معروف ان هم هينافسوا، الباقي يعني فريال وحد كمان وصاوي المفروض كان يعني في حد كان صاوي صح صاوي طبعا، وكان المفروض الهاندبول كنا خلاص ناخد ميداليه، كان المفروض في الرمايه ناخد ميداليه، عزمي محلبه كان عزمي المفروض، عزمي كان من اسوء ايامه. فدي حاجات حصل مع نفس اللي حصل ده في ريو جانيرو. ف يعني هقول ان انت خسرت ميداليات، كنت ممكن تحقق اكتر من كده. طبعا يعني لو الكوره جابت ميداليه والهاندبول جاب ميداليه انت دخلت في 8، لو كيشو خد ذهب او كانت الظروف يعني، لكن انت برضه لما بقول ايه من 205 دوله انت ال 54 ده نسبه، وده حاجه كويسه قوي. ايوه بس مش حاجه كويسه هنقول ده تمام واحنا بنقول كده أيوة. هنقف على كده، لا احنا بنعد ان احنا بنفكر نبقى اعلى من كده، ما تبقى الثاني عربيا عشان قطر خدت ميداليتين ذهب، فانت الثاني عربيا هايل جدا، لما تبقى رابع افريقيا برضه كويسه، ليه؟ ان وجود يعني انت فارق بينك وبين جنوب افريقيا يعني حاجه بسيطه، مركز واحد. جنوب افريقيا المفروض في السباحه تقدم غير طبيعي جدا جدا، عالمي مش افريقي بس. فده لكن هنا بقى ما نيجي نتكلم ايه السباحه، بعثه ما جابتش ميداليات. السباحه تواجدها بقول لك واحد بيمثلها في الغطس في النهايه ده نجاح، مجرد انه التواجد ده تواجد. لكن ما طلبناش لم يطلب من اتحاد السباحه ان هو يجيب ميداليه. اوكي يعني واكتر تقريبا الاتحاد اتهاجم الفتره اللي فاتت اعتقد الاتحادات اللي اتهاجمت ده، لكن انا شايف ما يعني بطولات عالم بيدخل فيها في حاجات بيكسبوا وبياخدوا ميداليات وبياخدوا ترتيب، لكن عالميا الموضوع مختلف مختلف تماما، ومش اعداد سنه او اتنين، ده طبيعه يعني حاجات لها خاصه بالبيئه وخاصه بال جينات الناس وكلام ده كله. يعني يعني يوسف رمضان مثلا من الناس اللي لو كان حقق رقمه بس كان في الدور قبل النهائي، لو كان حقق رقمه بس كان كسب ووصل النهائي صحيح كمان يعني. لكن حتى اعتقد الكلام بقى اللي حضرتك بتقوله ده ان في ظروف معينه هناك للبلد طبعا أو للجو طبعا أو اختلاف الثقافات مش عارف يعني. لا يعني ده انجاز كويس. الجمباز برضه هيجيب ميداليه مع مين؟ من امتى كنا بنجيب ميداليات في الجمباز؟ لا مهم ما هو خلينا نقول حاجه، الطايره ازاي ده الثلاثي هيجيب ميداليه ازاي؟ الدراجات ما هي الناس تقول لك ايه بقى، لو فكرنا بهذا الشكل او بهذا الكلام فيبقى معنى كده ان احنا مش هناخد حتى الفتره اللي جايه. لا ما هو احنا في اللي احنا فيه بقى السلاح، نشوف السلاح ده السؤال الازلي يعني هايل بقى، لما نيجي نتكلم بقى نشوف السلاح. بعثة السلاح في الكامل من الثمانيه الاوائل
اوكي سنهم ايه؟ بتتكلم من 18 ل 22 مفيش حاجه عليها بس السنه اللي جايه او في باريس الموضوع هيختلف 100% في ميداليات هيعلوا ميداليات يعني مفيش خلاف. ليه؟ اتحاد سلاح من يعني من الاتحادات اللي بتدار بفكر عالي جدا يعني عبد المنعم بن حسين رئيس الاتحاد ناس رقي وفهم وقدوه وحاجه جميله بكل منظومه اتحاد السلاح. أيوه. فاتحاد السلاح بالارقام اللي حققها في دوره الالعاب الاولمبيه السنه دي الدوره الجايه اكيد هيعمل حاجه لو مشي بنفس المنهج اللي هو ماشي عليه. فده حاجه لا خلاف عليها. بنتكلم في الفروسيه لا ماشيين كويس وده الارقام اللي هم بيقولوا طبعا يعني واخدوا بطولات عالم قبل كده اخدوا بطولات عالم وكاسة عالم اخدوا فده تمام. بنتكلم في المصارعه واعدين جدا ليه كيشو والناس اللي معاه صغيرين لسه صغيرين طبعا جندي احمد الجندي جندي الخماسي جندي ده لسه انا باكد لك ان جندي على الاقل دورتين جايين العالم كله بيتكلم على اللي عمله الجندي الحقيقه والاداء الرائع الحقيقه بس للحقيقه يعني مهندس شريف العريان رئيس الاتحاد كنت بتكلم معاه في التليفون قبلها قال لي بص يوصل بس هو من 15 الاوائل يدخل الرقم لحد ال 15 هيعلق قال لي لو طلع كلير من الفروسيه 100% علق مع انه ما طلعش كلير من وبرضه علق ليه؟ احمد جندي شخصيه ويعني رائع بصراحه رائع 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 فانا باكد لك يعني ان شاء الله لدورتين كمان احمد الجندي معلق ويوصل لذهب مرتاح مرتاح مرتاح. طيب ده لما هو قادم ولكن برضو اولا البعثه كلها جايه على مرحله واحده ولا على مرحلتين؟ لا على مراحل كل شويه كل شويه حد بيجي في وقت مختلف لان بيخلص منافساته بيمشي بعدها بيوم او اتنين على طول عشان يسيب مكان في القريه او خلاص خلاص مش لازم يقعد يعني. أيوه. لكن في خلاص الفتره اللي جايه بكره معظم البعثه ماشي بقى الساعة 9 بالليل يوصلوا تاني بعدها بيوم 12 الظهر او الساعة 1 الظهر اخر حاجة الفوج الاداري كله اللي بيسلم يوم 11 بيمشي يجي يوصل هنا 12 بعد كده بيوصل بعد ما بيوصلوا ايه اللي بيحصل بقى اجازة وكده انا عايز اتكلم في المستقبل برضو شوية اجازة وكده ولا ان شاء الله هيبقى في مؤتمر صحفي او في اجتماع مع اللجنة الاولمبية بتناقش كل الـ 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 الحاجات اللي حصلت الفنيه اللي حصلت في البطوله والنتائج وايه اللي حصل كله ويبقى في اجتماع مع معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي لوضع خطه للفتره مستقبل. اللي جايه تحبوا ايه؟ اتكلمنا فيه بقى اللي هو من 1 ل 8 ولا ولا كله ده ما نوديش الفروسيه بلاش نودي ما جابوش ما نوديهمش بلاش نوديهم الجمباز ما ينفعش بلاش يروح ده بيبقى بقى في الاجتماعات المغلقه وبعدين يطلع يتقال ريش الطايره ما جابوش ميداليات ما فيش عايزين نطلع رحله ب 15 واحد هم دول هينافسوا ويجي منهم 8 هايل جدا نشوف بقى عايزين تحبوا تعملوها ايه الفتره القادمه كيف ستكون او كيفية قبل ما نبتدي الاعداد ل بالظبط لان انت لازم بتعد وانت عارف ماشي على بلان مظبوطه والرقم اللي بيتحط لل 100 اتحط ل 10 ليه لا عشان تصرف اكتر عشان تعد اكتر مثلا ده لو الدوله عايزين ادي وجهات نظر عايزين نشوف الفكر ايه والهدف ايه واللي يتوافق عليه ايه هنمشي عليه يعني مفيش اي مشكله. طيب هنكمل كلامنا مع الاستاذ ممدوح الششتاوي الحقيقه كلام مقنع جدا وكلام زي ما حضراتكم شايفين بنتكلم لانه ناس كتيره جدا اتكلمت في هذا الامر والبعثه الاولمبيه المصريه كانت مثار كلام كتير جدا من منذ ان وطأت قدمنا الى اليابان وحتى بكره او بعده كمان بس انا هاكد في دي حاجه مهمه قوي اما سياده الرئيس في 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 التويته اللي كتبها بعد مباراه كره اليد الهاندبول وخسرهم وبعت لهم قال لهم يعني بشكركم وده فكان ده دليل ان الموضوع مش مكسب انت ادي اللي عليك اعمل الواجب اللي عليك لا تتخاذل مفيش تهاون في مجهود بيتبذل في حاجه بتتعمل انت جدي جدا بتحاول عشان توصل للنتيجه والنتيجه دي بتاعت ربنا فوانس ان انت اديت دورك فمفيش مشكله ابتدت من بعدها اما بعد ما سياده الرئيس كتب كده اعتقد الناس كلها ابتدت تتجه تقرا تشوف ايه ففعلا اللي كان بس ده خسر وده كان في الفتره الاولانيه ممكن صعبه كان في موضوع صعب جدا على الولاد ان كان الهجوم لدرجه ان يعني اما بنتكلم على في التنس الطاوله دينا مشرف وهي بتلعب كسبانه 3-0 وغلبت 4-3 وتخسر 4-3
كانت دي برضو حاجه غريبه من يعني ناس قالوا ان من كم خوفها من الهجوم، خوفها من الفتره اللي قبلها اللي كانوا كان فيه هجوم بس كسبانه ثلاثه يعني غير طبيعي غير طبيعي. لكن من بعد ما سياده الرئيس كتب التويته ده دي وقال بيهني اتحاد اليد او بيشكره على المجهود، دي كانت نقطه فاصله في البعثه المصريه، شالت الضغط من شالت على البعثه المصريه على البعثه المصريه، لان ان ابتدينا هناك يتشال منهم الموبايلات عشان بيشوفوا من البيانات وبيشوفوا الحاجات اللي نازله على السوشيال ميديا كانت حاجات قويه، فمن بعدها ابتدت والحمد لله الدنيا مشيت كويس. طيب قبل ما نطلع فاصل خلينا بقى نروح لابو البطله كابتن اشرف عبد العزيز، طبعا والد فريال اشرف، طبعا الحاصله على الميداليه الذهبيه في الكاراتيه. كابتن اشرف ازي حضرتك يا فندم، والف الف الف مبروك. الو الو كابتن اشرف، الو الو. طيب ممكن حضرتك تيجي يمين او شمال شويه عشان نسمع بعض بس لان التليفون بيقطع، او نجيبه مره ثانيه. طيب نجيبه مرة تانية. طبعا فريال الحقيقة برضو ما كانش من المتوقع ان هي تجيب، يعني كانت من المرشحين. هو الكاراتيه كله كان مرشح. اه. يعني الكاراتيه كله كنا بنقول ان هي حقق نتائج وهيدخل في المنافسات. ويعني احنا كنا على فكرة ما كناش بنقول بس ان حد هيجيب فيهم ميدالية، ليه؟ انت مش عايز تحط عبء عليهم. طيب. في الولاد. اتفضل. معلش ممكن ناخد كابتن اشرف مرة اخرى. كابتن اشرف الف مبروك طبعا. يعني الحقيقه مصر كلها فرحت، واعتقد ان انتوا فرحتكم بتبقى دايما مختلفه. الله يخليك يا اسلام، ربنا يخليك. وتحيات طبعا الكابتن ممدوح الششتاوي، طبعا المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه. اهلا بيه، اهلا بيه، اهلا بيه. الف مبروك لينا والف مبروك لمصر. الف مبروك عليك والف مبروك. الحقيقه حاجه جميله جدا 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 اللي بيحصل ده، وخصوصا والاهل بيبقى ليهم دور كبير جدا في اللي بيصل اليه البطل الاولمبي الحقيقه يا كابتن اشرف. طبعا يعني انت عارف يعني تشجيع المصابره معاه في الشده قبل ما يكون المكسب والانتصار، دي حاجه كتيره يعني. طيب هل كنت حضرتك تتوقع وانت قاعد بتتفرج على فريال ان هي ممكن تجيب الذهب؟ ولا طبعا كلنا كنا نتمنى، ولكن كنت متوقع ان هي تجيب ذهب؟ الاداء بتاع فريال من بدايه التصفيه ودخولها لدوري المجموعات، يعني ان هي تخرج ان شاء الله، ده يعني حسسنا ان هي يعني ان شاء الله. ليه لا يعني بعد ما كانت حلمنا ان احنا ما كده كان في حذر بشويه او في خوف. ايوه الحمد لله، الحمد لله. كابتن اشرف فتره طويله من الاعداد علشان تقدر تجيب الميداليه الذهبيه لمصر، خلال هذه الفترة دور حضرتك ودور الأهل في هذا الموضوع لازم الناس تعرفه. أنا حضرتك مش سامع. بقول لحضرتك خلال فترة طويلة من الإعداد، ثلاث سنوات أو أربع سنوات من الإعداد، دور الأهل ودور حضراتكم لازم كل الناس تعرفه. يعني الدكتور معايا كان متواجد معايا على طول في التمارين وكده، أنا كنت يا دوب إن أنا كنت أوصل وأودي وأجيب بحكم الشغل يعني، لكن الحافز الاكثر ان هي كانت هي مامتها معاها في كل حاجه في التمرين يعني. ما هي الوالده هي الاساس في كل شيء، احنا بناخد كده وخلاص. احنا كابهات يعني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يعني، دي يعني لما تكون الانسان ذات ماشي يعني متربيه طالعه في بيت كله اهلاوي، فده غريب عليها يعني. يعني فريال اهلاويه كمان. لا اكبر عن جد يعني. اكبر عن جد كمان. بتتفرجوا على الماتشات بقى كلها وكل حاجه؟ نعم. بتتفرجوا على الماتشات كلها بقى مع بعض وكده ولا ايه؟ طبعا طبعا طبعا. الاهلاويه دايما واخدين على الذهب، خلي بالك. على طول على طول، احنا المركز الثاني ما نعرفوش. يعني انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن حبيب. اشرف، ويعني حبيب. الف الف مبروك بصراحه، فخورين جدا بفريال واللي عملته. الف الف مبروك يا فندم، الف الف مبروك. طبعا حاجه فخر يعني الحقيقه لينا، هو فعلا حاجه فخر. ولازم انا عايز بقى اتكلم في حاجه مهمه جدا، ان واحده زي فريال
واحمد الجندي وللولاد اللي كسبوا دول وكيشو وهدايا وسيف وكلهم لازم نتكلم عليهم دول مثال بقى للشباب المصري بالظبط نقول هم ايه دورهم ايه بيعملوا ايه مش كل واحد ده انا بابا بيوصله للتمرين ومامته تجيب له مش عارف ايه لا دول بيروحوا يصحوا الصبح يتروحوا تمريناتهم بعدين يرجعوا يروحوا الجامعه وبعدين يرجعوا تمرينات وبعدين يناموا ولا بقى في رايحين الساحل ورا رايحين لا خلي بالك ممكن يروحوا الساحل برضو بس يرجعوا لا هم هم ما عندهمش وقت ما عندهمش وقت ليه بقى أوكي. ان هم ناجحين دراسيا اوكي فريال دكتوره اللي انا عارفه دكتوره صيدليه يعني تفوق علي قد هدايه وفريال وهدايا وكلهم صح تفوق علمي عالي جدا جدا وتفوق رياضي الحياه عندهم رياضه ومذاكره واهلهم فده حاجه لازم دول يبقوا مثال للشباب بيعملوا الكلام ده مش بقول لحضرتك مش عايشين الرفاهيه بتاعت شباب ولادنا فدول لازم نقول لاولادنا شوفوا دول هم دول المثال اللي الناس طب عايز تنجح في الرياضه عايز تنجح في حياتك برافو عليك مش في الرياضه بس عايز تنجح تبقى انسان ناجح خد ده مثال مش انا عايز كذا انا عايز كذا دول ما بيقولوش لاهلهم احنا عايزين كذا دول بيجيبوا لاهلهم النتيجه اما في ريال وهي بتخلص الماتشات دول امي يعني دي حاجه ما هو كابتن اشرف بيقول لك ايه هي معاها في كل حته بالظبط طب يعني هي والدها بيقول ان مامتها معاها في كل حته فده الاسره المصريه الحقيقيه ده النجاح الحقيقي للعيله المصريه فده اللي لازم يبقى مثال للشباب المصري ودول يبقوا قدوه ودول اللي يحتذى بيهم ولازم ننقل القصص بتاعتهم نجاحهم علميا ودراسيا وكل حاجه ودراسيا ورياضيا لكل اولادنا عشان كلهم يبقى زيهم ما يبقوش احنا وحضرتك كان شايف كل ولادنا او معظم الولاد عايشين في حياه تانية خالص يعني طيب هنكمل كلامنا عن الدوره الاولمبيه الحقيقه ونجاحات كبيره جدا في الدوره الاولمبيه طبعا كل شويه هنتكلم في ان 6 ميداليات بالنسبه لمصر وبالنسبه للاتحادات وبالنسبه لكل الامور خلال الفتره السابقه هو نجاح كبير للجنه الاولمبيه خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين استاذ ممدوح برضو خلينا ناخد حضرتك لقضيه تانية وقضيه التجنيس طيب. قضيه التجنيس هي قضيه مهمه جدا وناس كتيره جدا كانت بتتكلم في هذا الامر بعض الرباعين مش عارف ليه دايما بتبقى مرتبطه بكمال الاجسام لا هو في كل الالعاب في تجنيس انا بتكلم عن مصر ما هو شايف عندك احسن حاجه ايه اللي بيحصل عندك الرباعين فبيجي من عندك بيتاخد من عندك وهم صغيرين او هم كبار او بيشرفوا في دول تانية بيتاخد من عندهم ناس بتوع سلاح في دول تانية بيتاخد من عندهم لعيبه كره ما هو لعيبه الكوره في العالم كله اللي في كل الانديه معظمهم مجنسين وفي جنسيات تانية فده شايفين الامر طبيعي انا شايف ان هو امر طبيعي يعني مش انت تقدر تجبر حد ان هو حد سافر ومش هيرجع خلاص يعني الموضوع بس مش عايزين ندخلها في نختصرها في امكانيات وفلوس او هي كده فعلا ما هو ده جزء منها ده جزء من المنظومه والدول دي ما هي الدول الصغيره يعني كل دول العالم فيها تجنيس والتجنيس بيحصل من دول صغيره لدول كبيره ده طبيعي بس يا فندم عدم الاهتمام الاهتمام بمعنى ما هو اللي اتقال مثلا في موضوع حسونه ان هو لم يكن هناك اهتمام باللاعب وكذا ده سافر ده حسونه ده لم يسجل في الاتحاد ده سافر عنده 13 سنه اوكي فيعني ما فيش يعني كل الكلام اللي بيتقال ان هو لعب في مع مصر وشويه وبعدين لم هو عنده كام سنه دلوقتي يعني 18 مش عارف ولا 19 حاجه طيب يعني الراجل يعني سافر من 6 سنين فهو عنده 13 سنه سافر كان بيشارك في بطولات ايه هو والده بيشتغل هناك سافر راح درب ابنه طلع معاه اتجنس لعب يعني الدوله بتهتم بالرياضيين بتهتم بيهم فعلا جدا أيوة. جدا يعني لا خلاف على حاجه زي كده الاتحادات بتقوم بدورها بيحصل ان حاجات من بيحصل ان بيتم بعض اللاعبين من العاب مختلفه من دول كتير جدا جدا بيروحوا بلاد تانية وبيلعبوا باسمهم مش لا الموضوع ده لا يؤرق اللجنه الاولمبيه لا ما لا يؤرق هو مش احنا حالات عندنا بسيطه بالنسبه لدول تانية كم غير طبيعي بيمشي منها في افريقيا في الكوره
كل اللي بيلعبوا دول. فندم معلش حضرتك ما بتبقاش زعلان لما تلاقي مثلا واحد زي اسونا ده طبعاً خد ذهب؟ ما هو الذهب ده كان ممكن يبقى في مصر. طبعا. طب ما هو واحد كندي برضو كان بيلعب. انا رايك هو ده في الكوره. انا مش بتكلم على اسونا تحديدا ولكن هو شعراوي. شعراوي في موضوع الابرز في ايطاليا في يعني ده هو ده ايه قاعد في ايطاليا ما هو ما بنقولش عليه مصري و ده انا بتكلم في اقرب حاجه حصلت ان هو عشان حسونه خد بطوله. حسونه مشي 13 سنه وخد ذهب وخد ذهب فالناس بتتكلم ان يعني ده لو كان في مصر يا جماعه ما هو كان خد ذهب برضه في مصر كنا بدل سته بقوا سبعه. ما احنا خسرنا الاتحاد رفع الاثقال ان ما راحش بسبب بالظبط. خسرنا كام ميداليه؟ خسرنا كام على الاقل ميداليتين. ف يعني بسبب المنشطات. بسبب المنشطات والكلام ده في الاتحاد كام. فده برضه ان شاء الله ما نتكلم على الاعداد اللي جاي في باريس ان شاء الله. فوجود اتحاد رفع الاثقال موجود معنا يبقى فيها والالعاب اللي احنا بنتكلم فيها تبقى متواجده باعداد قوي اعتقد هنرفع عن ست ميداليات. اذا هو موضوع لا يؤرق اللجنه الاولمبيه ده موضوع طبيعي. انا شايفه انا بالنسبه لي شايفه طبيعي وكل واحد بيقوم بدوره كوزاره شباب ورياضه كلجنه اولمبيه كاتحادات ان هي تحافظ على اللعيبه بتاعها. نشوف بقى قوانين تحد من حاجه زي كده ماشي لكن الكلام كله مش قوانين بس محليه انت مرتبط بمنظومه ومنظومه رياضيه عالميه ان انت ما تقدرش تمنع واحد ان هو يلعب. هو انا بقول حكايه في الاخر انتماء انتماء فهو واحد بقى هو من نفسه عايز يعني مش هتقدر تمنعه. والقوانين يعني بعض الاتحادات الدوليه بتعطي الحق ان واحد بعد سنتين ممكن يلعب يعني الاتحادات الدوليه برضه اللي بيمثلها دول كبرى ولا قوانين مختلفه لا ودول كبيره بتفيد الدول الكبيره اللي هم معاهم فبتحط حاجات ولوائح تفيدها ان هم ممكن يستقطبوا لاعبين من دول تانية فان هي ممكن يعني في بعض المفترض ان لاعب شارك باسم بلد ما ينفعش يشارك بيها مثلا يقولوا خمس سنين فما تخليه ان هو يروح خمس سنين وما يشاركش مثلا يبقى مش لازم يتجنس لكن انت مش بعد هو شارك في الدوره دي بعدها يلعب السنه الثانيه باسم تانية ما ينفعش يعني. اذا هناك بعض القوانين اللي بتتيح للجميع ان هو يتجنس طبعا يعني وبالتالي مش هنبقى قادرين يعني ان مش احنا مصر مش الدوله احنا اللي لنا يعني الموضوع واقف علينا بس لا هي قوانين اتحادات محليه ومحليه ودوليه فده اللي بيأثر فيها. طيب برضو ايه الرمز اللي كان عايز او عايزه تقوله اللجنه الاولمبيه في اختيار هدايه ملاك في حفل الافتتاح ان هي تحمل العلم الاولمبي العلم المصري في حفل الافتتاح ثم جيانا فاروق في النهايه؟ هايل في الختام. هدايه ما شالتوش لوحدها هي وعلاء ابو القاسم اتنين مع بعض وده كان تقدير لهدايه بالدور اللي عملته والميداليه اللي كسبتها في الدوره اللي قبلها وبنت يعني حاجه جميله ان هي تواجد وتواجد بنت بترفع العلم ده حاجه كويسه وعلاء ابو القاسم الواحد اللي حصل على ميداليه قبل كده في السلاح في الاولمبياد فدي برضو حاجه كويسه جدا جدا ان هما اتنين. بالنسبه لجيانا فاروق وبالرغم من ان هي واخده برونز وفريال واخده ذهب ده كان تقدير لجيانا ان هي اخر يعني ممكن تبقى اخر دوره لها ومش هتلعب ف يعني هتعتزل. مين الفندم اللي بيقرر مثل هذا؟ لا كان مجلس قعدوا مع بعض كلنا ده بيبقى مجلس يعني لا احنا بس كلها والناس كلها في اللجنه اللي قعدوا مع بعض والاتحاد بتوعهم برضو لما اتعرض على الناس بتوع الولاد ما كانش في اي غضاضه من لاعيبه او تانية يقول لا دي ما تشيلش طبعا الناس كلها تعاون كامل جدا جدا وكان ترحيب ان جيانا هي بتشيل العلم ترفع العلم المصري وفريال ده شرف ما بعده شرف يعني طبعا طبعا هيتكتب في التاريخ وهيتكتب في التاريخ ان فريال اول واحده مصريه تاخد الذهب يعني كل واحده هيتكتب في التاريخ وهيتكتب في التاريخ ان احمد الجندي الاول واحد يجيب ميداليه للخماسي الحديث في تاريخها وسن الناس وهيتكتب لكيشو في التاريخ الناس دي كلها هتخلد زي ما احنا عندنا المتحف المصري بتاع اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هو من اقدم المتاحف وفي صور الابطال اللي خدوا ميداليات فريد سيميكا والعظماء اللي في من اول تاريخ اللجنه الاولمبيه دول صورهم كلها تتحط في المتحف المصري وهتتحط في اللجنه الاولمبيه الدوليه تواجد الناس دي باساميهم حفروا اسمهم بجد من يعني في التاريخ للرياضه العالميه. الحقيقه دور النادي الاهلي في هذا الامر برضو في جيانا تحديدا كمان لانه ايمان النادي الاهلي بان او دوره الطبيعي ان
ان كل اللاعبين اللي بيبقوا متواجدين في البعثه الاولمبيه لازم النادي الاهلي دايما يبقى في ظهرهم، وايمانهم بجيانا فاروق ان هي تحقق هذا الانجاز التاريخي كاول، طبعا هي كاول مصريه او اول عربيه الحقيقه تصل الى هذا الدور وتصل الى الميداليه البرونزيه، اعتقد ده انجاز كبير جدا جدا، والنادي الاهلي يستحق طبعا التحيه في هذا الامر. طبعا النادي الاهلي، ولازم برضو نقول برضو كان من النادي الاهلي دينا مشرف، ودينا يعني طبعا ابنه الشرعيه للنادي الاهلي طبعا الاساس، فدي برضو حققت نتيجه كويسه ولعبت عملت دور كويس. لكن جيانا فاروق كابنه من ابناء النادي الاهلي، الانجاز اللي عملته في الفتره اللي هي لازم نقول فتره وجود الاتحاد الكاراتيه او لعبه الكاراتيه داخله للدوره دي ومش داخله تاني، مش لعبه اولمبيه يعني، هي بس تواجدها للالعاب الاولمبيه اللي اقيمت في اليابان غير كده مش موجوده بعد كده، فهي حققت انجاز في فتره يعني هي مسيره جدا. طبعا طبعا دي حاجه هايله جدا، واحتلال برضو الكاراتيه او احتلال مصر في المركز الثالث في الترتيب العالمي للكاراتيه اعتقد بعد ميداليه جيانا وبعد ميداليه فريال اعتقد ده شيء جيد جدا. والله دور الاتحاد المصري للكاراتيه ودور الكاراتيه من الالعاب المنتشره جدا في مصر، يعني ما تقول عدد اللاعبين المسجلين في اتحاد الكاراتيه من اكبر العاب في يعني حاجه مخيفه، يعني الكاراتيه متواجد في كل النوادي ومراكز الشباب، ووزير الشباب والرياضه اساسا الدكتور اشرف لاعب كاراتيه، لاعب كاراتيه ولما رجع يعني في الـ كان بيديلها تعليمات شيء من الفريال راح وراح اتفرج على البطوله وكان داعم كبير جدا لها، فيعني يعني برضه حاجه كويسه ان وزير الشباب والرياضه بتاعنا لاعب كاراتيه. اعتقد الدور الدوله واضح جدا في دعم اللاعبين، بما اننا كنا بنتكلم عن مبالغ طبيعيه طلبها كل اتحاد محلي، اعتقد ان دور الدوله واضح جدا فيها، وقامت بيها الدوله ووفت بيها في وقتها في كل حاجه سنان يعني مظبوط دي حقيقه، وتم الصرف على اكمل وجه في توقيتات كويسه كل في وقته، ما كانش في خلل في اي وقت، يعني وزاره الشباب والرياضه قامت بدورها على اكمل وجه، كل المتطلبات الماليه اللي طلبت منها من خلال الاتحادات الرياضيه طرد عليها وعرضتها على اللجنه الاولمبيه واللجنه الاولمبيه عرضتها على الوزاره تم تلبيتها في وقتها، يعني مفيش حاجه اتاخرت، يعني ممكن الفلوس تيجي لك بعد ما يكون الموضوع خلص وانت خدت ما جالكش ما جات لك الفلوس مش هتقدر تستفيد بيها بالظبط، لكن وقت الفلوس جت في وقتها لم يتاخر الوزاره لم تتاخر الوزاره عن طلب اي فلوس او اي دعم مادي لبطوله لمشاركه فيها في وقتها كل البطولات، بدليل كم البطولات اللي اقيمت في مصر بطولات عالم، ان العالم كله كان واقف مفيش بطولات، وكل البطولات بتعمل كاس العالم لكره اليد اللي انا بعتبره اللي تم فيه في مصر كتنظيم حقيقي، انا شفت كاس العالم لليد اليد انا كنت في اليابان في البطوله دي وشفت هنا احنا مش عايز اقول والله بجد يعني اجراءات احترازيه صحيه اللي اتخذت في كاس العالم لكره اليد اعلى من الاجراءات الصحيه الاحترازيه اللي اتخذت في اليابان، يعني في المطار وانا داخل من المطار في اليابان 4 ساعات مش انا لوحدي كل الناس، احنا هنا في مصر كان 15 دقيقة الناس خارجة من المطار رايحة بعثتها، الناس في الفنادق يعني انا كنت خارج البعثة مش في خارج الفقاعة في فنادق الفندق المفروض فقاعة، الناس في الفندق موجودين بيروحوا بيوتهم، احنا كان هنا في البطولة كل الناس اي حد مشارك في البطولة خلاص قاعد مقيم في نفس الفندق الاستاف قاعدين فيها، السواقين بايتين العربيات، احنا ما فيش في اليابان الكلام ده، العربيات اما احنا اليابان الناس بتوصل وترجع عادي وما فيش اي مشكله خالص، بيتعاملوا مع الناس وبيروحوا بيوتهم والكلام ده. طب العربيات اتفضل. كان احنا كنا عاملين طلبنا يعني اللجنه الطبيه الدكتور حازم يعني من الناس لازم نشيد بيه كان في بطوله كاس العالم لكره اليد اما جينا نقول العربيات الاوتوبيسات والكلام ده هنعمل لها فاصل بينه وبين اللاعبين والسواق فاصل طب يعني فاصل وفاصل على يعني هايل جدا ومش عارف ايه عشان ما مش عايزين نوفر تكاليف سواء ما بينش السواقين رفض هناك بقى الفاصل هناك كانوا عاملينه اي كلام حاجه كده ورقه يعني وهوا داخل منظر كده يعني منظر ومفيش اي حاجه خالص، فالاجراءات الصحيه والاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها مصر كانت عاليه جدا، كم البطولات اللي اقيمت في مصر في الفتره دي وقامت بيها وزاره الشباب والرياضه مع اللجنه الاولمبيه والاتحادات الرياضيه بطولات غير طبيعيه دي بتدي انطباع لقوه الدوله المصريه
دول كتير كانت بتخاف تنفذ بطولات زي دي. مزبوط. عشان مش ناقصه حتى اليابان، احنا لسه كنا بنتكلم في النقطه دي. لا، ودول كتير في بطولات اتلغت عندها، ومصر اللي قالت هنعمل بطولات. كاس العالم كره اليد كانت حاجه مشرفه، كاس العالم للسلاح الخماسي، الجمباز، كم بطولات تمت هنا في مصر بتنظيم على اعلى مستوى باجراءات. مزبوط. غير طبيعيه، بتدل على وضع مصر وقوه مصر، وده اللي عمل حاجه مهمه جدا في البطوله. احنا كنا اول ما دخلنا مسافرين كان في مشكله ان انت داخل في مصر، حطينا في الريد زون اريا، ان انت لازم تقعد توصل قبلها بثلاث ايام، ودي اللي كانت تبقى مشكله في كره القدم، ما كناش هنعرف نسافر. لعبت الاهلي، انا شافهم الاجراءات اللي مصر بتتخذها وكلام من ده، مصر شالوها من الريد زون اريا وبقى عادي جدا ان يسافروا. عشان كده الشناوي راح في وقته ومفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خلص. فده دليل فعلا لازم نحيي فيها، ده دور الدوله المصريه والحكومه المصريه لاهتمامها والاجراءات اللي بتتخذها، اللي احنا كل العالم فيها اعداد بتزيد واحنا بنقل. يعني احنا دلوقتي في الكورونا الاعداد بتقل نتيجه الناس كتير بتتكلم، لا بس الناس بتعمل اجتماعات وبتعمل حاجات والناس مش واخده بالها ومش عارف ايه الارقام اللي بتقول. والارقام ما ينفعش نكذب، الارقام ما ينفعش نفبرك ارقام ونقول حاجه. العدد بيقل ونسبه الوفيات بتقل، فده دليل اجراءاتك مظبوطه جدا. كم الناس اللي بتاخد تطعيم في مصر زادت بشكل في دول تانية ما وصلتش للارقام اللي انت وصلت لها. احنا اللي بنطالب الناس ان هم ياخدوا تطعيم، بنعمل حملات الناس تطعم. اما دلوقتي بس ما عندكش نوع واحد، لا انت جاي لك جونسون اند جونسون وجاي لك كل فايزر. الانواع كل الانواع موجوده، زائد ان انت بقيت تصنع. فده قوه للدوله المصريه ودور كبير للحكومه ودور اهتمام بالمواطن المصري وبالشعب، بجد حاجه تدعو للفخر. طيب برضو في اطار اللي بيحصل، ايه الفارق اللي شفته ما بين الدوره الاولمبيه مثلا او مش مثلا، ان حضرتك كنت هناك، ايه اللي احنا محتاجين ان احنا ناخده من التنظيم علشان نقدر ننظم خلال الفتره اللي جايه دوره اولمبيه؟ يعني هو كتنظيم، ايوه، وامكانيات، ما اعتقدش ان عندنا مشكله تماما. الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى مشكله المواصلات، الزحام، زحمه. ده بس اليابان زحمه برضو جدا. اليابان زحمه بس منظمه قوي. اوكي، منظمه قوي مروريا. مروريا يعني مروريا. يعني لازم ناكد يعني احنا الحمد لله في تنظيم عندنا. لكن الحمد لله دلوقتي اعتقد قوانين المرور اللي بتنزل دلوقتي والالتزام بيها اعتقد ممكن يكون طبعا دور. لكن انت بتتكلم على امكانيات طاقه فندقيه تستوعب في مصر. طاقه فندقيه عاليه جدا 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 تستوعب. عندنا استادات بيتم بنائها في كل منشآت رياضيه، يعني منشآت رياضيه تستوعب لاي بطولات لاي حاجه، يعني ما فيش ادنى مشكله. ممكن نفكر في تنظيم الاولمبيكس بعد كده، البطولات الاولمبيه. طموحات المصريه وطموحات الدوله المصريه والقياده المصريه كقياده سياسيه او قياده رياضيه، اعتقد نقدر نعمل اي حاجه. يا رب ان شاء الله. نتمنى طبعا نشوف الدوره الاولمبيه في مصر. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع ناخد اسئله اخيره للاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ ممدوح، خلينا بقى نترك البعثه الاولمبيه قليلا ونتجه الى الانتخابات. انتخابات الانديه وانتخابات الاتحادات، احنا عمالين نسمع كلام رايح جاي، هل في انتخابات للانديه؟ هل في انتخابات للاتحادات المحليه اللي كلها تحت اللجنه الاولمبيه تقريبا؟ ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ هو في مؤخرا عرفنا ان في بعض الاتحادات عملوا فتحوا باب الترشيح، وعملوا اجتماعات جماعيه عموميه بتاعتهم، فتحوا باب الترشيح والانتخابات بتاعتهم. اعتقد السباحه والجودو وتنس الطاوله دول انتهوا بالفعل. مش ما انتهوش من انتخابات. يعني فتحوا باب الترشيح، فتحوا باب الترشيح وتم غلق باب الترشيح. بعض الاتحادات نزل فيها ناس، بعضها لم ما حدش نزل. يعني مثلا في اتحاد السباحه، الناس شافت ان المهندس ياسر ادريس قايم بدوره وتمام جدا، لان هو ما عملهاش في السر. يعني عمل كان في كلام ان هو الكلام اتعمل ما بقاش ما كانش علني. يعني ما هو ما ينفعش ما يبقاش علني، ما هو في لوائح وفي قوانين لازم يمشي عليها. فبيعمل اعلان وينزله في جورنال في جريده رسميه، والناس بترشح وبيتعلق في الاتحاد والناس بتعرف والناس كانت كلها عارفه. بس في ناس شايفه قوه مهندس ياسر ادريس كانتخابيه اتحاد السباحه تحديدا. اتحاد السباحه تحديدا
وانجازات عملها الاتحاد او نشر اللعبه بطريقه معينه او فشافوا ان هم ما عندهمش فرصه ان هو ممكن ينجح قدامه فخدها بالتزكيه فما نزلوش فده او شافوا ان هو اقدر ان هو يكمل فما نزلش. نفس النظام في الفروسيه ده اللي حصل ان شايفين بالشكل ده ان المنشم حطب قام بدوره في الاتحاد او ما لهمش دور للمنافسه فما حدش نزل. في بعض الاتحادات نزل قدام في الجودو فتحهم وناس نزلوا. طب ما هو اشمعنى ده خدوا بالهم دول خدوا بالهم فالناس كلها أوكي. امور واضحه جدا فبتتم تم الانتخابات. الاتحادات الجامعات العموميه بتاعتها ما فيش مشاكل فيها. ليه؟ في بعض الاتحادات الجامعه العموميه خمس انفار او ست انفار او سوري ست هيئات و او 10 او 15 فما فيش فيها قلق في عمل انتخابات نقول اجراءات احترازيه. طيب بالنسبه بقى للانتخابات اللي فيها عدد كبير انتخابات كره القدم انتخابات كره السله انتخابات كره اليد ما هو كره اتحادات يعني 138 او حاجه كده فلو مكان مفتوح او زوم او وات ايفر ممكن ما فيش مشكله في اقامه. يعني هل الانتخابات هتقام ولا لا؟ الانتخابات حسب القانون وحسب اللوائح هتقام مفيش للانديه كمان؟ للانديه لسه بقى يعني في بعض أندية أعلنت زي مثلا نادي الحوار في المنصورة عمل دعا للجمعية العمومية والناس اترشحت وهيتعمل انتخابات وما شفتش أي فيها حاجة تم فيها الاعتراض. لسه بقى الجايز في قرارات تتخذ من الدولة لإجراءات معينة ده موضوع تاني أوكي. لكن لحد دلوقتي تم فيها اي اعتراض على اي حاجه لم يعترض عليها. اذا انتخابات الانديه ستقام حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها اللي بعض اللي قدموا زي بقول لك مثال نادي الحوار في المنصوره ده قد عمل جمعيه عموميه والناس اترشحت وفي انتخابات في شهر 8 افتكر اخر 20/8 متهيألي فده موجود. لكن الاتحادات نفس الكلام لا ما الاتحادات برضو نفس الكلام. الانديه بقى بقيه الانديه في او ما فيش ده ممكن يتخذ قرار بعدها من الدوله يقول لا ان في اجراءات حاجات معينه اجراءات احترازيه مثلا فده ممكن توقف الكلام ده هتوقف الكلام ده وشيء طبيعي. اذا حتى هذه اللحظه الانتخابات قائمه في الاتحادات وفي الانديه لحين ما ننتظر اذا كان هناك لحين اشعار اخر لحين اشعار اخر يعني بالظبط لانه حضرتك عارف ان كان في كلام كتير جدا على موضوع الانتخابات ده خلال الفتره السابقه. الناس يعني احنا بنتكلم على الظاهر قدامنا والطبيعي. في اتحادات عملت جامعة عموميه نعم في اتحادات في انتخابات فتحت الترشح تمام في اتحادات نزل فيها مرشحين قدام بعض ايوه في بعضهم ما فيش حد نزل تمام عندكم متابعه دائمه لهذا الموضوع طبعا الموضوع واضح جدا. أندية أيوة في أندية فتحت وعملت دعت للانتخابات وتم الترشح وتم وتحديد مواعيد ومفيش أي عليها أي اعتراض لحد دلوقتي. السنة دي هتتحسب بقى السنة اللي هي اتخذت الزيادة دي هتتحسب قديم ولا جديد؟ بمعنى إن يعني الاتحادات القادمة أو الفترة القادمة للاتحادات أو للأندية الاتحادات مرتبطة بدورة أولمبية الدورة الأولمبية الأندية أربع سنوات مهما كانت الأمور لكن الاتحادات مرتبطه بالدوره الاولمبيه المفروض انها هتبقى في 24 في باريس بالظبط فبالتالي هتبقى 3 سنوات تمام. مش 4 سنوات ده بالنسبه للاتحادات لكن الانديه 21 يبقى لغايه 25 4 سنين وبعد كده يتم الانتخابات مره اخرى. عموما في النهايه يا استاذ ممدوح انا عايز اسالك سؤال انت مبسوط باللي حصل في البعثه الاولمبيه؟ طبعا سعيد جدا سعيد طبعا واتمنى نعمل احسن من كده في اللي جاي ان شاء الله. اخيرا لو حضرتك عايز تقول حاجه بقى لكل الجمهور نادي الاهلي وجمهور مصر كله اللي بيتفرج على حضرتك دلوقتي في ما حدث في البعثه الاولمبيه. حدث من خير يعني في البعثه يعني حاجه الأولمبية. كويسه ان كان الاهلي فيه ممثلين من نادي الاهلي كجانا فاروق موجوده دي حاجه كويسه والاهلي متواجد في العاب كتير برضو في كرة اليد بعثة كرة اليد كان فيها من النادي الأهلي وإن شاء الله بقى ندخل بقى في حاجة تانية في كأس العالم للأندية نبقى إن شاء الله الأهلي يعمل حاجة كويسة في كأس العالم وتبقى تاني سنة لتواجده على طول في مشاركته في كأس العالم للأندية لكرة القدم تالت سنة بقى يا رب متتالية يعني تالت سنة متتالية تالت سنة 9 و10 فتبقى حاجة هايلة جدا وربنا يوفقهم إن شاء الله في كأس العالم للأندية إن شاء الله يا رب إن شاء الله
حضرتك اهلاوي ولا حاجه تانية؟ انا اهلاوي. اهلاوي ما عندكش مشكله ان انت تقول لا 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 اصلا يعني في شغلي انا ما ببصش لاهلي وزمالك. انا في شغلي بنعمل شغل ملوش علاقه، لكن انتمائي انا اهلاوي، لكن ده ملوش اي علاقه وتاثير على عملي. يعني لن ما ينفعش ان انا جامل الاهلي او اجي على طبعا الأهلي. ما ينفعش اجامل الفريق تاني على فريق تاني. انا بقوم طبعاً بالدور اللي انا بقوم بيه بناء على لوائح وقوانين بمشي عليها. صراحه الحقيقه انا بحترمها في حضرتك، يعني اتمنى ان كل الناس تبقى عندها هذه الصراحه. الله يخليك. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ ممدوح، دايما بتشرفنا وبتنورنا وبنسعد بوجود حضرتك معانا دائما. الله يخليك. شكرا جزيلا والف مبروك للانجازات اللي حصلت. شكرا خالص. شكرا جزيلا الاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي طبعا للجنه الاولمبيه.